كتبتها وقلتها كانت عشان الله. بعد The Voice شيرين وكاظم الساهر على مسرح واحد من جديد. كتبتها وقلتها كانت عشان الله. بعد حوالي 7 سنين على اجتماع شيرين وكاظم الساهر على مسرح واحد وهو برنامج The Voice، وقفوا امبارح على مسرح في أبوظبي في ثالث حفلات عيد الفطر. وبالرغم انهم ما اجتمعوش مع بعض في الكواليس لان كاظم غادر قبل وصول شيرين، الا ان الحفلة سيطرت عليها الاجواء الرومانسية الطربية اللي عودونا عليها. كاظم الساهر افتتح واستقبله الجمهور بالهتافات والورود اللي حرص كاظم انه ياخدها عن ارض المسرح بعد ما واجه معجبين وصعوبة للوصول ليه. وإيتي بالعربي شهد اللحظات دي لما حاولت معجبة توصل له الورد بس الامن حاول يمنعها، الا ان كاظم باخلاقه العالية ما خيبش ظنها فاخد الورد من المسرح. وكالعادة أخذ الحضور لعالم رومانسي فقدم مجموعة كبيرة من أغانيه زي مدرسة الحب اللي تفاعل معاها الجمهور وردت كلماتها، وقصيدة الحياة اللي غناها وسط تسقيف كبير، دلعتي كوني امرأة وغيرها، وحاول انه يغني شوية اللون العراقي بس الجمهور كان بيطلب منه القصايد فرجع يلبي طلبه. وسوزان نجمة الدين كان من المفروض انها تكون من ضمن الجمهور ده بس وصلت متأخر. ليه تأخرتي يا كاظم؟ عرفت انه انت جاية. زعلت كتير، زعلت كتير لانه في حادث مرور على الطريق وانا عم سوق، اضطرينا نوقف شوي. انا ليكي معك وعلى الهواء عندي وعندك. طيب بدي اسألك، ليه بتحبي كاظم؟ لانه اغانيه كلها قصائد نزار قباني. بعشقه مع نزار قباني، بحبه كتير كتير بحبه، يعني زيديني عشقا، احبه بكل اغانيه. كاظم هو كله على بعضه حالة موسيقية عظيمة. علمني حبك سيدتي أسواد. وبالرغم من كده إلا أن سوزان نجمة الدين استمتعت ببقية الحفلة مع شيرين عبد الوهاب. شو بتقولي لشيرين هالست اللي هي عن جد دايما تحت الأضواء؟ بلا I love you وبحب فيها قوتها، بتعرف شو بدها وبتعبر عادي، بحب هذا الشيء أنا، وهلأ ناططة بمشاعر. ومش بس الأغنية دي اللي أطربت شيرين بيها الجمهور، رجعت وقدمت أنا في الغرام كده يا قلبي وما تحاسبنيش اللي قدمتها بإحساس كبير، والجمهور اتفاعل معاها بشكل كبير خصوصا إن شيرين اتأثرت لما غنتها. وفاجأت شيرين جمهورها بأغنية أنت عمري وأهدتها للرئيس السيسي، وقدمت كمان أغنية آيا ليل اللي فكرتنا ببدايتها خصوصاً إن اللوك الحالي ليها هو نفسه في بدايتها. أما بالنسبة للأوتفت فاختارت فستان أسود مع كيب مشكوك بالسيلفر، ده اللي الجمهور في الحفل شافه. أما اللي ما شافهوش فهو حديث شيرين مع بناتها قبل ما تطلع على المسرح.